اللهم صل على محمد وعلى محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتفضل به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفي وذبي إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن أخذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذلها حسن تبكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النذر لها فلا الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك ملك يا أيام حياتي فلا تغتبر رجالي في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تبلني إلا الجميل في حياتي إلهي تبل من أمري ما أنت أهله وهد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أهوج إلى ستر علي منك في الأخرى
إذ لم تظهر أولاد من عبادك الصالحين فلا تفلني يوم القيامة على رؤوس الأشهاب إلهي جودك بسد أملي وعفوك أفضل من أملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذرك فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب تميل ولا تعت منك رجائب أمليب إلهي لو أردت أباني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعفني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلب منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعظمك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلت للنار ولم تعلم أني أحبك إلهي إن كان صور في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة مهروما فقد كان حسن ذني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرهوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهرك وأوليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنزل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استهيائي من نذرك وأطلب العفو منك إذ العفو نأتون لكرمك إلهي لم يكن لي هول فانتقلبني عن معصيتك إلا في وقت ليقظتني لمغبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلتك إلهي
انظر لك يا نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأتاك يا قريبا لا يبود عن المغترب و يا جبادا لا يبخل عن من رجع ثوابا الهي حبلي قلبا يدني منك شوقا و لسانا يرفع اليك صدقا و نظرا يقربه منك حقا الهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن ناظ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتج بك لمستنيب وإن من ارتسم بك لمستجيب وقد لدت بك يا إلهي فلا تخيب ذني من رحمتك ولا تعجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل بلايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك إلهي وألمني ولن بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روح نجاح أسمائك ومهل قدسك إلهي بك عليك إلا ألهبتني بمحل أهل طاعتك والمثل الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجلني ممن سرقت عنه بجاك فأجبه سهبه عن عفوك إلهي حبلي كمال الانقطاع لك وهنر أبصار قلوبنا بذياء نظرها لك حتى تخرج أبصار القلوب وجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك فلا غبته فسغ لجلالك فناجيته سرا وهمل لك جهرا إلهي لم أسلط على حسن ذني قنوت العياس ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لدك فاسفح عني بحسن توكلي لك إلهي إن عطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك
ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي بلغني بنور الذكر فأكون لك عارفا وعن سواك منعرفا فمنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد رسوله وعلى الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.